يا هلا والله، رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، وما طولنا عليكم ابدا في فقره الاخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها اهم واخر واغرب الاخبار من حول العالم. يعني قليل ما نشوف ناس، والله مو قليل، لكن ما يتسلط عليها الضوء من الشباب او الطلاب والطالبات. يا ايش هتدب عليه؟ خلاص بدليه وطلعت يا لميه. انهم يحتفوا بشخصيات كبيره غيرت في مجال التكنولوجيا ومجال الرياضه ومجال في شتى المجالات، ويسووا حاجه كده غريبه. خبرنا اليوم صوره لمؤسس ابل اللي هو ستيف جوبز ب100 لوحه مفاتيح. كيف صارت؟ عن طريق 3 من طلاب درسوا او يدرسوا تكنولوجيا المعلومات في اوكرانيا. ايش سووا عشان يحتفوا بذكرى مؤسس شركه ابل ستيف جوبز؟ من خلال رسم صورة له باستخدام أزارير زي ما احنا شايفينها لوحة المفاتيح. أمضت 3 طلبة 3 أشهر وهم يفككوا نحو 100 لوحة مفاتيح عشان يصنعوا لوحة لوجه جوبز. وقال لأحد الطلاب اللي عمل هذا الموضوع: عندما بدأت أمضيت نحو 3 ساعات كي ألصق صفين من الأزارير فقط. وذكر برضو أنه أحرقت أصابعي لأن المادة اللاصقة كانت ساخنة، اضطررت لأخذ قسط من الراحة على فترات بسبب الشعور بألم في ظهري، كان الأمر صعبا للغاية. طبعا جرى تعليق اللوحة اللي شملت أيضا كلمات أبل وستيف جوبز وآيفون بالإنجليزي أو باللغة الإنجليزية على جدار فصل دراسي بالأكاديمية. تحية لهم. حلو لما يكون في شغف ومحبة للشيء اللي انت بتعمله، بغض النظر هو تمجيد لشخص ستيف جوبز او لغيره، لكن واضح انهم يعشقوا مجال يعشقوا الشخصية او المجال او الفن بصفة عامة. وفي النهاية هذه تعتبر نوع من انواع الفن. بالصدق ترى انا نفسي يعملوا لي صورتي. لما ايش رايك تكمل الاخبار؟ والله انا تتخيل نرسل لهم الصورة ان شاء الله يسيبوا كل اشغالهم. وعدتيني على نوت ترسلي لهم الصورة، يسيبوا اشغالهم كلها. عموما المشاهدين خلونا ننتقل لخبرنا الثاني الموجود معانا اليوم، فقرة الاخبار نوعات وانجازات شبابنا وشاباتنا السعوديين. مستمرة في خبر حصدت الجمعية السعودية للعلوم السياسية جائزتين خلال مشاركتها في برنامج مؤتمر جامعة الدول العربية. وطبعا حصل عمر بترجي على جائزة الموفد المميز وكمان ممثلا للجمعية في مجلس الأمن والدفاع، وإذ حصل كمان ورام الحوطي على جائزة الموفد المميزة ممثلا للجمعية في مجلس الشؤون السياسية. وكما حصلت الجمعية على فرصة للمشاركة القادمة من خلال التعاون مع الجهة المنظمة وهي المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية، جمعية سفير، هي جمعية سعودية وغير ربحية للتمثيل ودعم المملكة، وكمان رفع مستوى بالقضايا السياسية إقليميا ودوليا وإظهار ونشر الحقائق اللي بتخدم الصورة السياسية للسعوديين في العالم. كمان من أهدافها تهدف إلى تطوير مهارات المبتعثين في تخصصات العلوم السياسية وكمان التخصصات ذات العلاقة، وأكيد هم شرفونا وشرفوا بلدهم في الأخير. صحيح، كل التوفيق لهم، وكلنا فخر دائما بهذه الأخبار. والله ما تخيلوا قديش الواحد يسعد بس عشان يسمع هذا الأمر. والإنجاز على فكرة مو شرط يكون في الخارج أو لازم يكون في خبر صحفي أو الإنجازات ترى من حولنا، من الناس اللي حولنا، من أخواننا، من أقاربنا، من أصحابنا. ندعم يعني بكلمة طيبة. عموما أنا حاجيب لك خبر، بس قبل ما أقول لك يا قد إيش تصدقي صاحبتك أو أي صديقة لك إذا قالت لك، إذا سألتيها عن ميكابك أو شكلك أو ملامحك أو خشمك؟ أنا أقول لك إذا البنت تحبني راح تجاوب الصراحة وتقول لي، إذا ما تحبني راح تكذب علي. وغالبا كل البنات ما يحبوا بعض. والله؟ يعني كلهم كذابين؟ في وجهة نظر يعني ما حد حتقول يعني إلا ما تطلع عيوب عشان غيرانة منها أو تبغاها في نفسية سيئة، أو إنه إذا فيها شيء عدل ما حتقول لها، تقول لها لا عدي نفسك. عموما إحنا بغض النظر عن هذه الفكرة، هي في الأخير فرضية، ولكن موضوعنا اليوم عن هاي ميرور. هذه مرآة ذكية بتركز على عيوب البشرة وهيهات على عيوب البشرة اللي بيطلعوها النساء. كشفت إحدى الشركات الأمريكية الناشئة عن ابتكار جديد لمرآة ذكية يمكنها أن تكون صديقة للسيدات بصورة خاصة، أولئك الذين يقفون أمام المرآة بشكل كبير. تفاصيل الخبر تكمن في طريقة عمل هذه المرآة اللي أطلق عليها اسم هاي ميرور، في وجود كاميرا بجوار المرآة تسجل كافة تفاصيل الوجه. إيش بتسوي هذه الكاميرا؟ ده أنا جايك لسه، أصبري. تقول لك تقوم بتحليل
هذه ملامح الوجه في الأجهزة الخاصة بها وتنعرض على شاشة موجودة جنب المراية كمان غير الكاميرا الموجودة معاها عشان توري كل التفاصيل اللي تتعلق بالبشرة مدى تطورها تدهورها المشاكل الموجودة بها وأيضا طرق علاجها. يا سلام ودكتور في البيت صار عندنا. ما حيحتاج طبعا مستخدم هذه المرآة من النساء أنه يقرأ البيانات اللي تظهر له على الشاشة، لكن حتى المرأة حتتحدث له أو المرآة عفوا حتتحدث بكافة المعلومات المذكورة يعني صوتية، وممكن يتابعها وهو يمارس أنشطته العادية في الصباح أو المساء في أي وقت، وممكن تربطوها بالجوال الذكي وترسلوها لأي أحد، شوفوا أنا وجهي اليوم مرتاح، اليوم وجهي مطيب، وتضحكوا على الناس بهذه شويتين. ما أعرف في ناس لا ما أبغاها، ما أتوقع الحريم يبغوها أبدا، وما أتوقع ليش عشان تقول الصدق ولا إيه؟ عشان ما حتقدر تحرف الحقيقة. عموما خلونا نروح مشاهدينا مع بعض على خبرنا الأخير موجود معنا اليوم، فقرة الأخبار منوعات وكلنا عارفين وكلنا أحيانا بعض الأحيان ننزعج من بعض مقاطع الفيديو اللي تجينا على الواتساب، سواء من طولها أو لما يكون ما عندنا مساحة كبيرة ممكن تستوعب هذه المقاطع على الجوالات، خصوصا إذا كان الجيجا قليل في جوالك. فأصبحت واتساب واتساب أضافت ميزة جديدة وتمشي على خطى اليوتيوب. كيف؟ طبعا كل فيديو راح يجيكم عن طريق الواتساب راح يشتغل بدون الحاجة لتحميل هذا الفيديو، يعني بس تشوف بدايته، عجبك الفيديو تحمله للنهاية، ما عجبك تقدر توقف تحميل هذا الفيديو نفس اليوتيوب. طبعا نفس كمان تعد هذه الميزة مفيدة خاصة بمقاطع الفيديو الطويلة، لأنها حتسمح المستخدم حرية إيقاف تنزيل الفيديو بعد مشاهدة الثواني أصلية من هذا الفيديو، وكمان لأنه من البداية اشتكوا مستخدمو واتساب طويلة من كيفية معالجة الشركة لمسألة تبادل ملفات الفيديو عبر تطبيقها، وكمان الأمر اللي دفع الكثير منهم إلى تعطيل خاصية التنزيل التلقائي لمقاطع الفيديو المرسلة بين الأشخاص في الواتساب. وأتوقع يعني هذه الميزة الجديدة راح تسهل الكثير اللي يحبوا الواتساب، يحب يرسل مقاطع كثير على الواتساب. فعلا احنا كده ما حيتملى الاستوديو عندنا ونضطر انه احنا نجيب جيجات خارجيه عشان نخرج الفيديوهات ونقعد نمسح طول الوقت. حقيقه في فيديوهات الواحد ما يحتاجها. عموما احنا نعيش نشوف، وبرضه في حاجات كثير لابد نبدا نفلترها ونبدا نمسحها من الجوال عشان ما نحتاجها. وصلنا لنهايه هذه الفقره، لكن الفقره الاخيره حننبسط اكيد طبعا، لازم اكيد طبعا حننبسط. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل.